وينضم إلينا مراسلا تلفزيون العربي هشام أبو فلاح من ملعب خليفة الدولي وعلي القاسمي من محيط حديقة البدع. وأبدأ معك هشام، حيث ملعب خليفة الدولي والمباراة الأولى بين هولندا والولايات المتحدة ضمن النهائي، كيف تواجد المشجعين ورواد كرة القدم هناك؟ نعم أبان، الأمواج الجماهير حتى الآن ما زالت تأتي إلى استاد خليفة، مباراة ستكون من العيار الثقيل، فكلا المنتخبين لم يتلقى أي خسارة حتى الآن في دور المجموعات. أو على سبيل المثال المنتخب الأمريكي الذي أبهر وفاجأ الجميع لم يتلقى غير هدف واحد في مباراة الافتتاحية أمام المنتخب الويلزي، لذلك المباراة ستكون صعبة للغاية لكلا المنتخبين. والمنتخب الأمريكي برهن على أن دفاعاته لن تفكك بالسهولة، وسيحتاج المنتخب الهولندي إلى أن يلعب بطريقة مميزة من أجل أن تسجيل الأهداف. طبعا المنتخب الهولندي الذي دخل البطولة ويسير الآن بخطى ثابتة نحو طبعا الدور 16، وربما يريد أن يذهب إلى النهائي وأن يحقق حلم كل عاشق للطواحين الهولندية بتحقيق النجمة الأولى لهم. سيحتاج إلى كل هجومه من ديباي إلى جيبكو إلى كلاسن إلى ديونغ، وأن يكون فان دايك في أحسن أحواله من أجل تخطي هذا المنتخب الصعب. وكما قالت الجماهير الطواحين الهولندية، جماهير الطواحين الهولندية، أن هذه المباراة ستكون بمثابة مباراة لن تكون سهلة لهم، وعليهم أن والفوز فيها سيرفع ثقة الفريق بالتواجد في طبعا في الذهاب بعيدا إلى دور المجموعات إلى الدور المقبل وربما إلى نصف النهائي والنهائي. كما ترى 20 دقيقة من الآن وستنطلق المباراة، وما زالت العديد من الجماهير، كما ترى هناك العديد من المشجعين الأمريكيين، حضور أمريكي قوي هنا في الملاعب. الزي الأمريكي طبعا هو الأكثر تواجدا من الزي الهولندي، لكن المباريات كان هناك طبعا العديد من الجماهير. I just want to ask you about the game. Yeah, yeah. What do you think the score is going to be, and what does America need to do to win? I do not know what we need to do to win, and we're optimistic that we are going to win. I do not know. 1-0 would be a great result for us. And what do you think the score is going to be? I'm hoping 2-1 US. 2-1. Yeah. طبعا الجماهير هنا الجماهير الأمريكية طبعا تقول أنها سوف يحققون الفوز. هذا المشجع يقول أنها 1-0، والمشجع الثاني يقول أنها 2-1، لذلك وهم ليس لديهم أي شيء يخسروه، فقد قدموا أداء رائعا. وطبعا رفع المنتخب بفوزه في هذه البطولة رفع توقعات جماهيره بالتواجد في البطولة في المحافل الكبرى، وأن المنتخب الأمريكي الآن يحتاج إلى التأهل للدور المقبل ليستعيد ذكريات عام 2002، فهو لم يتخطى هذه المرحلة منذ ذلك العام، لذلك المباراة ستكون رائعة وقوية هنا على استاد خليفة. المنتخبين لم يتلقوا أي خسارة، سنرى من سيتأهل إلى الدور المقبل. نعم، ومن شام إلى علي القاسمي في محيط حديقة البدع. علي، كيف تواجد الجماهير وكيف سيتابعون انطلاق الدور ثمن النهائي هذه الليلة؟ بالفعل أبان، نحن الآن دخلنا داخل حديقة البدع، ولم يبدو أنه من لم يصحهم الحظ بالتواجد في ملعب خليفة لمشاهدة المباراة. قد تحولوا هنا الكثير من الفعاليات الاحتفالية بجو حماسي كبير جدا، بالإضافة أيضا إلى مشاهدة المباراة. العديد من الجنسيات موجودة هنا من مشجعين ومحبين لكرة القدم، سواء مشجعين لمنتخب هولندا أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى من جاءوا لمتابعة المونديال القطري. هنا معنا بعض الجماهير الذين يحضرون في حديقة البدع. كيف ترون الأجواء؟ أولا مشكورين على الاستضافة. الأجواء صراحة ولا أروع. طبعا نحن حضرنا مباريات في الملعب، اليوم يعني حبينا نغير شوي، نيجي على حديقة البدع نشوف أجواء الفانزون. للأمانة وبدون مجاملة التنظيم يعني ولا غلطة، من بوابة المترو إلى حديقة البدع مجهود 12 سنة يعني ما راح هباء منثورة. الحمد لله جابت نتائجه هلأ، اللهم أدمها نعمة. الحمد لله على كل حال. معنا أيضا المشجعة من وين؟ من الأردن. في مباريات حتشاهدينهم؟ حضرنا كذا مباراة
المباراة للبرازيل كمان اليابان، كانت أجواء كتير كتير حلوة وجدا فخورين إحنا بإنجازات البلد، والتحضيرات هاي ما طلعت بدون نتيجة، بالعكس الحمد لله يعني على النتيجة الجميلة، وإن شاء الله الكل يستمتع والبلد بترحب بالجميع كدائما، وأنا كفلسطينية أردنية فخورة جدا بالإنجازات ونتمنى التوفيق دائما لدولة قطر. من الواضح أبان كما تابعت معنا وكما تابع المشاهدين هنالك أجواء احتفالية كبيرة وهنالك عشق لكرة القدم بغض النظر عن من يلعب ومن يشارك في هذه البطولة، ولكن الشغف تجاوز الجنسيات والمنتخبات، وهنالك من جاءوا حتى دون منتخباتهم لمتابعة أفعاليات المونديال والمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي. نعم أبن علي القاسمي من محيط حديقة البدع وشام أبو فلاح من ملعب خليفة الدولي، شكرا جزيلا لكما.